قناة دينك نجاتك للتصاميم الدعوية. يعني اجعل لك خطة، شوف لها جدوى في الموصل، لها دراسة. أنت مع نفسك دراسة جدوى هذا الشيء. أنا بشتري سيارة، طيب أنا عندي سيارة، طيب أنا ما عندي فلوس، أروح أخذ لي سيارة بمئة ألف وتسلف لي دين، ولا أخذ لي سيارة ب15,000 وأسوي لها صيانة ب2000، وهذه وهذه بتقضي حاجتي، وأنا إنسان ما عندي فلوس، أركب روحي دين 100 ولا أركب روحي دين 15، وأنا معي حاضر 3,000 4,000. ادرس أمورك، لا تعيش حياة غيرك، عيش حياتك أنت. مشكلتنا اليوم إننا نبي نعيش حياة الأغنياء والمرفهين، إحنا الأغنى ولا فقر. إنسان حالتك أنت كذا، يعني يقولون امدد قدميك بما يعادل فراشك، يعني مد رجيلك على قد لحافك. أما تشوف والله شاف له واحد على لكسس جيب، قال والله أنا أبغى لكسس جيب، هذا بنص مليون، يمكن لو تشتغل 10 سنين ما طلعت قيمته. هذا عند الإنسان، ذلك فضل الله. في وقت الرسول ناس على خيل وناس على رجيلها تمشي، وناس على حمير وناس على إبل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن إيش حياتك أنت؟ فتجد اللي في شقة مو براضي يشوف راعي القصر، وراعي القصر يرى راعي القلعة، وراعي الدتسن يشوف راعي المرسيدس، وراعي المرسيدس يشوف راعي الرنج، ولا كل ما هم مرضي حاله اللي هو فيه. هذا من ضعف الإيمان. لو كان راضي بقضاء الله وما هو فيه لرضي. صاحب الفدان يشوفه ب10 فدان، صاحب البستان يرى صاحب المزرعة الكبيرة، والكل لا يرضيه ما هو فيه، وأنت مرضي غيرك.